السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنستكمل ايات سوره المؤمنون للصف السادس الاعدادي. وبدايه الايات قبل ما نطرق الايات هنبدا نستعرض بعض احكام التجويد، ويمكن كنا عرضنا حكمين من الاحكام، حكم الوقف، واخذنا امتى نتوقف اثناء القراءه ومعنى الوقف وعلامات الوقف. وهنبدا نستكمل مع الحكم الثاني وهو الابتداء. وعرفنا الابتداء هو معناه ايه؟ قال الابتداء هو شروع في قراءة الآيات بعد التوقف، يعني كل توقف، كل وقف حضرتك وقفت عنه في القرآن هيكون بعد الوقف في ابتداء، يبقى هو الشروع في القراءة بعد التوقف. والابتداء حضرتك لا يكون إلا اختياريا لأنه ليس في الوقف، يعني إيه حضرتك؟ لا يجوز، ولكن يعني حضرتك الابتداء حضرتك هتبتدئ مجرد ما انت توقفت عند اي علامه من علامات الوقف هتبدا تستكمل الاستكمال ده هو الابتداء في القراءه من بعد التوقف. ولكن قال الابتداء يجب ان يكون ابتداء بمعنى مستقل غير مرتبط بما قبله في المعنى. ليه؟ لان احنا عندنا نوعين من انواع الابتداء، في حضرتك ابتداء حسن وفي ابتداء قبيح. الابتداء الحسن حضرتك يعني ايه والقبيح يعني ايه؟ هل يكون الابتداء حضرتك حسن؟ عندما يكون الابتداء بكلام مستقل في المعنى، ويمكن عندنا مثال في كتاب المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولكن لما نيجي هنا نستعرض الابتداء القبيح، امتى الابتداء حضرتك يكون قبيح؟ قال لي عندما يفسد المعنى أو يوهم بمعنى غير المعنى الذي أرضاه الله سبحانه وتعالى. يعني لما نبدا نقرا ايه سوره يونس او ايه ال عمران، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله فقير ونحن اغنياء. اللي هيسمع الجمله يقول ان الله فقير، هل الله سبحانه وتعالى فقير؟ لكن لو انت حضرتك طبعا انت ابتدات من هنا من الكلام، ممكن المستمع ليه يبدا يفهم معنى خاطئ، ممكن القارئ يفهم معنى خاطئ لو بدا من هنا. لكن قال لي لا، ده لازم ما يقفش هنا، لو بدا من البدايه دي من عند ان الله فقير ونحن اغنياء هيبدا ان هو يفهم معنى خاطئ، لازم يبدا الايه الاول بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. لازم الاول سمعوا، يعني ده مش قول، ده مش بيأكد لك ان الله فقير، لا، بيقول لك سمع الله قول الذين قالوا اللي هم الكافرين هم اللي قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. ويمكن كده احنا فصلنا الفرق ما بين الابتداء الحسن والابتداء القبيح. نبدا نستعرض مع بعض الايات، ولما هنبدا النهارده ان شاء الله الايات من اول 78 حضرتك. كنا وقفنا عند الآية 77، هنبدأ نستكمل الآيات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ من هنا، أكيد كلنا معانا الكتاب قدامنا والآيات برضه قدام حضرتك من أول. وهو الذي أنشأ لكم، وهو الذي أنشأ، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. معنى الآية إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ لكم، هو الذي منحكم، هو الذي أعطاكم نعمة إيه؟ السمع ونعمة البصر ونعمة الأفئدة اللي هي القلوب. قليلا ما تشكرون، يعني قليلا ما تحمدون الله وتشكروه على تلك النعم. نستكمل. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الله سبحانه وتعالى هو الذي ذرأكم في الأرض، يعني خلقوا جميعا البشر، جميع الناس في الأرض، ولا تحشرون بعد موتكم. ليه؟ لكي يحاسبكم على ما فعلتم من أعمال. طبعا كل إنسان حسب العمل، من عمل خيرا فهو خير له، من عمل شرا فهو شر له، من خير وشر سوف تحاسب عليه يوم الحشر، يوم جمع الناس، يوم القيامة التسابع على الأعمال. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت، هو الذي يحيي الموتى، يعني هو يحييهم من العدم. خلق الله الإنسان وخدم رحم خلق الإنسان من نطفة شيء عدم، قطرة ماء صغيرة وبدأ تكوينه. وبعد كده قال ويميت، ويميت الإنسان بعد الحياة،
وكذلك له اختلاف، اختلاف يعني تعاقب الليل والنهار. ورغم من قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى ومستر موت الناس بعد حياتهم وقدرة الله في تتابع الليل والنهار، ولكن هل الجميع يعقل؟ ولكن أفلا تعقلون قدرته؟ أفلا تعقلون وحدانية الله؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا، قالوا هم مين؟ الكفار. ولكن الكفار لم يصدقوا بالبعث، بل ردوا مقولة الأسلاف السابقين عليهم، الأولون يعني السابقون. قالوا أئذا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قالوا أيعقل أننا بعد الموت ونتحول إلى التراب وتحلل أجسامنا وعظامنا ونبعث مرة أخرى للحساب على الأعمال؟ لو عثون لمحضرون أمام الله سبحانه وتعالى للحساب على أعمالنا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نفس الوعد، بدأ يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قيل أن هذا الكلام ولأبائنا من قبل كما تقوله لنا يا محمد، فلم نره حقيقة، ما هذا إلا أساطير الأولين، أقاويل باطلة، قصص تحكيها لنا من عهد الصالحين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لهم يا محمد، لمن هذه الأرض؟ من الذي خلق الأرض التي تعيشون عليها؟ ومن فيه؟ بكل ما عليها من نعمة وخيرات، من الذي خلق كل هذا؟ إن كنتم تعلمون. ولكن تيجي نشوف مع بعض رد الكافرين، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. سيعترف هؤلاء الكافرون بأن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من الأرض ومن عليها من النعم كلها مين؟ لذلك سيقولون لله، أي أن الكافر يعترف، الكافر يعترف بأن كل خلق الأرض وما عليها من النعم جميعها لله سبحانه وتعالى. أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ أي ألا يكون لكم ذلك تذكر بأنه قادر، الله سبحانه وتعالى قادر على حسابكم، يعني من خلق الأرض، من خلق من فيها، قادر على إيه؟ قادر أن يكون هناك حساب، قادر أن يكون هناك بعث بعد الموت، الحساب على كل أعمال. إذا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل لهم يا محمد، من رب السماوات؟ من الذي خلق السماوات السبع؟ ومن هو رب العرش العظيم؟ من الذي خلق هذا العرش، عرش الرحمن؟ سيقولون، بص رد الكافر ومقر ومعترف بكل ده مين؟ لله. سيقولون لله قل أفلا تتقون. سيقولون حتما هو لله سبحانه وتعالى، إقرار من الكافرين على إيه؟ أن كل من خلق السماء والأرض، الأرض من فيه، والسماوات السبع والعرش، سيقول كل ده مين؟ من خلق كل ذلك؟ خلق كل ذلك هو مين؟ سيقولون لله أفلا تتقون؟ أفلا تخافون الله؟ أفلا تعودون وتوحدون الله سبحانه وتعالى؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل من بيده ملكوت؟ اسألهم يا محمد، من الذي بيده ملكوت كل شيء في السماوات والأرض؟ من بيده خزائن كل شيء؟ من الذي يجير من استجار به يوم في الدنيا والآخرة؟ ولا يقدر أحد أن يجير إلا الله سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه. يمكن أن تستعين بالله وتستنجد بالله سبحانه وتعالى، ولكن هل هناك من المخلوقات من تستنجد به أمام الله؟ إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون ذلك، يعني تعترفون وتصدقون بذلك. تعال نشوف رد الكافرين. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الإجابة القطعية بأن ذلك لهم لله، سيقولون لله، يعني معنى كده الكافر مصدق وعارف إن مفيش حد ممكن ينجده من العذاب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقف بجانبك أحد ولا في الدنيا ولا الآخرة، إيه؟ أمام الله. فأنى تسحرون، أنى تسحرون، يعني قال لحضرتك كيف تصدعون؟ كيف أين عقولكم أيها الكافرون؟ فين عقلك وأنت موجود في الدنيا وأنت معترف بأن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى ومفيش حد هينجدك من الله سبحانه وتعالى، ورغم كده أنت مصر على الكفر ورافض بفكرة التصديق بالأمر البعث والنشور والحساب والجنة والنار. نستكمل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. أتينا هؤلاء المنكرين
الله سبحانه وتعالى أتاهم بإيه؟ بالحق. الحق فيما أرسله الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وإنهم لكاذبون. ورغم كده، رغم أنهم عارفين أن كل شيء بيد الله، رغم أنهم لديهم الحق، ولكنهم كاذبون، كافرون ومكذبون لكل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من البحث، من البعث والحساب على الأعمال. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يدعون لله سبحانه وتعالى أن له ولد وله شركاء في ملكه، ولكن ما اتخذ الله من ولد، الله سبحانه لم يلد ولا يولد، لم يكن له أب ولم يكن له أم ولم يكن له أولاد، وما كان معه من إله لم يكن مع الله سبحانه وتعالى من شركاء له في ملكه. لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى لو معه شركاء لذهب كل إله بما خلق، لو في أكثر من إله كل إله يبدأ ينفرد بمخلوقاته بما خلق على الأرض، ونختل نظام الكون، ولعلى بعضهم على بعض يبدأ حضرتك يتكبر ويعلو كل إله على الإله الآخر، ولكن سبحان الله تقدس الله وتنزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون، عما يعرض هؤلاء المشركون من أن الله سبحانه وتعالى له ولد، أو أن الله سبحانه وتعالى له إله شريك له في ملكه. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. طب هو وحده يعلم ما غاب عن خلقه؟ وما شاهدوه. فتنزه الله، يعني الله سبحانه يعلم كل شيء، وفي نفس الوقت يقول تعالى الله، يعني نفس الكلمة، يعني سبحان الله، يعني تقدس الله، تنزه الله عما يشركون. الله سبحانه وتعالى تنزه عن كل شريك له في ملكه. قل رب ما تريني ما يوعدون. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيطلب من ربنا، يا رب ابدأ وريني يا رب ما يوعدون، ما تعد لهؤلاء من الايه؟ من العذاب في الاخره. يا رب انا عايزك توريني العذاب اللي هيهلك هؤلاء القوم اللي بيكذبوا بيا برسالتي في الدنيا. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلب من الله الا يجعله مع القوم الايه؟ الظالمين. يا رب ما تسيبنيش معاهم، يا رب نجيني من القوم الظالمين. وإن بص رد الله سبحانه وتعالى، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. الله سبحانه وتعالى قادر، قادرون على إيه؟ قادر الله سبحانه على أن يري محمد صلى الله عليه وسلم ما نعدهم، يعني ما يعد لهؤلاء القوم من العذاب، العذاب نتيجة إيه؟ الكفر والتكذيب والإصرار على إنكار الله سبحانه وتعالى، إنكار عذاب الله والبعث يوم القيامة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذا أساء إليك أحد ادفع وادي مقابل الإساءة بإيه؟ الإساءة بتاعتهم بما بقول حسن، يعني ما نردش الإساءة بالإساءة، ولكن نرد إساءة الكافر برد حسن. نحن أعلم، الله سبحانه وتعالى يقول نحن أعلم بما يصفون، يعني نحن نعرف كل ما يدعي هؤلاء القوم وما يكذبون به من قولك يا محمد. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أستجير بك من إيه؟ أنا من همزات، من إغواء، من مستر همزات أو وساوس الشيطان وإغواء الشياطين لمحمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما عملوا مع القوم وبدأ إن هم يبقون بالباطل وبالفساد في الدنيا وعدم التصديق، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ونبدأ ندخل في لحظة حاسمة بعد الإنكار ده كله، يبدأ تيجي لحظة مين؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت، عندما تأتي لحظة الموت قال رب ارجعون، يجي الكافر ويبدأ يقول لك يا رب رجعني مرة تانية للدنيا، يا رب رجعني ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا احنا عارفين حرف الزجر والمن. قال لي ايه؟ انت حضرتك طلبت في لحظة الموت لما جات لك يا رب رجعني مرة تانية للدنيا، لعلي أعمل أعمال صالحة، يا رب لكي أكون بعمل أعمال صالحة أعود يا رب وأتوب لك مرة تانية وأعوض اللي فاتني من معصية في الدنيا، أعوضه بطاعات وإيمان. فيما تركت، يعني فيما تأخرت به من أعمال في الدنيا، فيما أفسدت به من أعمال في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول كلا
كلا مش هيعمل، الكافر ده مش هيرجع مرة تانية، كلا إنها كلمة مجرد كلام بيقوله الكافر هو قائلها ومن ورائه برزخ. خلاص بقى فيه برزخ، بقى فيه حاجز وفاصل بيفصل ما بين الحياة الدنيا والآخرة. أنت خلاص حضرتك انتقلت لمرحلة تانية، أنت بدأت تعدي البرزخ والفاصل لما عديته. ليه؟ قال لي هتفضل قاعد كده لغاية يوم يوم عسول، يوم ما يتم إحياء الناس الحساب على أعمالهم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ في الصور، إذا أمر الله سبحانه وتعالى الملك الموكل بالنفخ في الصور أنه ينفخ وبعث الناس من القبور فلا تفخر، لا أنساب بقى هنا مش حد هيفتخر بالنسب بتاعه هو قريب مين ولا يعرف مين. ولا يتساءلون قال يعني ولا في أنساب، مفيش حد يفتخر بنسبه يوميها يوم القيامة يوم البعث. حينئذ كما كانوا يفتخرون في الدنيا ولا يسأل أحد منهم على أسف لا يتساءلون. هل في حد هيسأل حد؟ كل فرد مننا منشغل بإيه؟ منشغل بأعماله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. عندنا نوعين، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. نوعين، قال لي من ثقلت موازينه يعني من كثرت حسناته وثقلت بها موازين اعماله عند الحساب فاولئك هم ايه؟ اولئك هم الفائزون. هم دول يا مستر اللي هيكسبوا، قال لي هم دول مفلحون اي الفائزون. ومن خفت موازينه ولكن من قلت حسناته بقى هنا وبدا هنا الميزان بتاعه خفت الحسنات، قال لي طب خفت حسناته بس قلت حسناته في الميزان وبس، قال لي لا وراحت سيئاته ولقيتها ايه؟ الذين خسروا خساره بقى حضرتك، قال لي طبعا انت حسناتك اقل من سيئاتك فاولئك هم الذين خابوا وخسروا انفسهم في نار جهنم. في جهنم ايه؟ قال لي خالدون باقون بقى خلاص حياه دائمه بس فين؟ في جهنم والعياذ بالله. ربنا يحفظنا ويحفظكم. حالهم ايه في جهنم؟ قال لي تعالى نقرا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح تحرق، تحرق ايه؟ قال لي تحرق وجوه هؤلاء القوم النار وهم فيها كالحون ويلبسون في النار كالحون اي عابثون مكشرين يعني. قال لي ما اكيد هو في حد هيكون مبسوط من اقامته في جهنم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي، ألم تقرأ عليكم آيات القرآن الكريم ولكن كنتم بها تكذبون، كنتم لا تصدقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا غلبت علينا، سيطرت علينا ايه؟ أهواؤنا وملذاتنا وتعسنا به طبعا، أكيد الملذات الدنيا وشهوات الدنيا بدأت تسيطر علينا وكنا قوما ضالين، وكانت النتيجة إيه؟ النتيجة هي الضلال. طبعا حضرتك يا رب يعني لما الرسل وصلوا النبي بدأ يبلغهم، الرسالة وصلت لحضرتك ولكن كذبت بيوم القيامة، ولكن هو إيه اللي خلاك تكذب؟ لأن في شهواتك وملذات الدنيا هي اللي بدأت تسيطر عليك. طب النتيجة لما سيطرت عليهم قال لك أصبحنا من القوم الضالين ليه؟ وابتعدنا عن عبادة الله وطاعة الله وتحركنا في طريق المعصية. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا يبدأ هنا من لله سبحانه وتعالى يا رب خرجنا من جهنم يا رب، فإن عدنا مرة أخرى إلى المعصية فإنا إيه؟ فإنا ظالمون. ولكن الله سبحانه وتعالى ربنا يرد إيه؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. سأل فيها اسكتوا بقى ادخلوا نار جهنم، ان كنتوا في النار اذلاء ولا تخاطبوني. فانقطع عند الله عند ذلك الدعاء خلاص مفيش لا تكلمون. هل في هنا حضرتك في كلام او في مناقشه؟ لا اكيد احنا اتناقشنا كتير في الدنيا خلاص الموضوع انتهى. ونستقبل ونقف هنا يا شباب عند الجزء ده ونبدا نكمل ان شاء الله الجزء في الايات اللي جايه باذن الله. ولكن هتبقى الواجب بتاعنا ان شاء الله يكون كتابه الايات مرتين، وده الواجب حضرتك الخاص بمدرسه معالي السلام ومدرسه كوين.